ترأس المونسنيور غازي الخوري راعي كنيسة مار شربل للموارنة بعمان القداس الاحتفالي بعيد القديس شربل الذي يحتفل به في 8 من شهر حزيران من كل عام بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وبحضور أبناء الرعية وجوقتي وأخوية الكنيسة. وجرى خلال القداس زياح لأيقونة القديس شربل ومباركة جموع المؤمنين بالماء المقدس. وتحدث المونسنيور خوري في عظته عن صفات القديس شربل وحياته الروحية والأرضية التي قضاها في النسك والعبادة.